البايثون واحدة من أكبر أفاعي العالم. ثعبان البايثون ليس من الثعابين السامة، لكنه يعد الكمائن لاصطياد فريسته، مثل بقائه تحت الماء وظهور طرف صغير جدا لاستدراج الفريسة. بعد أن تقع الفريسة بين أسنانه، فإنه يطوقها بجسده فقط ولا يسحقها كما يعتقد البعض. فهو لا يستخدم قوته في تحطيم عظام فريسته، وإنما يضغط على الضلوع حتى لا تستطيع التنفس. فعندما يضغط على الضلوع، فهو يحبس مجرى الدم إلى المخ ويسبب الوفاة. وبعد موت الفريسة، يقوم ثعبان البايثون بفتح فمه لبلع الفريسة من الرأس أولاً، ثم يرتاح في مكان دافئ حتى يقوم بالهضم. من فرائسه المفضلة قرود البابون. قد تنشب صراعات ملحمية بين البابون وأفعى البايثون العملاقة، قوة الثعابين الفائقة التي تحير العقول. حين ينقض ثعبان على فريسته، فإنه يتحرك بسرعة هائلة، حتى إنه قد يضربها برأسه 4 مرات في طرفة عين، في حين أنه إذا تحرك الإنسان بهذه السرعة فسيخر فاقدا وعيه. تعد الأفعى التي تعرف باسم أفعى الجرس الغربية ذات الظهر الماسي الشكل، والتي تظل مختبئة عن طريق تغيير لونها ليتماهى تارة مع لون الصحراء وتارة مع المروج الخضراء المنتشرة في جنوبي كاليفورنيا، من أكثر الحيوانات الضارية صبراً في العالم. تعيش هذه الأفاعي أغلب حياتها بمفردها، تتوارى عن الأنظار وتتحين الفرصة لالتهام فريستها القادمة. قد يطول انتظارها، وإن اقتضت الضرورة قد تظل بلا طعام لمدة 2 سنين، لكن إذا سنحت لها الفرصة تغدو من بين آكلات اللحوم الأكثر فتكاً وضراوة على وجه الأرض. ولا يكمن سلاح هذه الأفعى كشأن سائر الأفاعي والثعابين في حجمها ولا في قوتها، ولكن في سرعتها. تكاد سرعة هذه الأفاعي تفوق التصور والإدراك، وهذا يعني أن قدرة الأفاعي على الانقضاض على فريستها أفضل بمراحل من قدرتنا على تحريك أي جزء من أجسامنا. بسبب حجمه الكبير، يتحرك ثعبان البايثون في خط مستقيم، وتسمى هذه الحركة بحركة التقدم المستقيمة. فيقبض ثعبان البايثون ضلوعه ليعتمد على الأرض، ثم يرفع بطنه ويدفع جسده للأمام، لكنها عملية بطيئة للغاية. ومعظم أنواع البايثون يستطيعون السباحة، بينما بعضهم يستطيع التعلق من على فروع الأشجار باستخدام ذيلهم الطويل. تختلف نوعية تغذية البايثون بناء على حجمه، مثل أفعى البايثون الصغيرة فتأكل القوارض والسحالي والطيور الصغيرة، أما أفعى البايثون المتوسطة الطول فإنها تأكل الثدييات الكبيرة مثل القرود والظباء والخنازير. أفعى البايثون إنه ثعبان سام، ويوجد في آسيا وأفريقيا وأستراليا. لا يعتبر موطنه الأصلي شمال أو جنوب أمريكا، فهو يعتبر من ثعابين العالم القديم. وكلمة بايثون تشير إلى عائلة بايثونايد، وطبقاً لقاعدة بيانات الزواحف، يوجد 41 فصيلة من